عندنا مشكل اللي خصنا نردو ليه البال، وهو الإشهار ديال المنتوجات أو لا البيع في لي باك اللي كنقولوا لهم دي باك، دونك في علب كيكونوا علب كيسميهم بعض الخطرات عائلية، دي باك فاميليا. هذاك المورد كيدير هذوك المنتوجات بحال هكذاك فواحد الظرف معين بحال هكذاك باش يستجب لواحد الرغبة ديال المستهلكين، كيطلع عليهم الرغبة ديالهم مع انه كنشوفوا بانه راه كاينه فيه مثلا تخفيض ولا كاين بروموسيون في هذاك المنتوج وكنزيدوا في 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 الكميه ديالو، فكيخليني انا كذلك كنمشي ونبغي نقتني هذاك المنتوج لانه عند بالي راه بان راه كاين هناك تخفيض وراه كاين هناك واحد المنفعه ديالي في هذاك المنتوج، في الوقت اللي هذاك المنتوج ملي كنقتنيه ما كناكلوش كله، يقدر يوصل تاريخ الصلاحيه ديالو ويسالي، كيقدر ناكل منه غير واحد الكميه والكميه الاخرى ما كنستهلكهاش لانه فايت القدرات ديالي. اذن بالتالي ما نساقش مع هاد التخفيضات اللي هي تقدر تاثر ليا على العادات ديالي السليمه في الاستهلاك. فالاستهلاك اللي هو كيكون رزين ومعقلا هو كنحاول انني يكون عندي استهلاك مقاد، مقتنيات ديالي مقادين مع الاستهلاك اللي خاصني يكون عندي. بالتالي الا كان خاصني نشري غير ناخذ مثلا الياوغت، في العود ما نشري واحد الباك اللي فيه 24 علبه ديال الياغوت ولا 24 بو ديال الياوغت، وانا عارف راسي ما غاديش نستهلكهم كلهم لانني انا راه نساقيت مع الثمن، فنشري اللي غادي نقدر نستهلكو في هذيك الاونه. ولا درت الحساب ديالي غادي نلقى راسي بانني انا راه رابح اكثر من داك الشيء اللي يمكن غادي نفكر فيه بانني غادي نخسر فيه.